نعم دكتور خالد، بدي أقابلك. خليه يتفضل. حيا الله دكتورنا العزيز، وينك؟ لا حس لا خبر. هلا، حيا الله دكتور خالد، سامحني مشغول هالفترة. أنا عينك دكتور، هالمرة أباك تعالجني. الحياة صارت صعبة والدنيا تخوف، وما لي حد غيرك يساعدني. أمر، كيف ممكن أساعدك؟ أباك ترجع لي حليمة مثل ما كانت. شخصيتها الجديدة قامت تنرفزني. أباها ترجع حليمة اللي تحتاجني، حليمة اللي ما لها حد غيري. أبدا ما حبيت شخصيتها القوية هذه. إيه بس التجارب تغير الإنسان. حليمة حاجتها لك خلصت، لا أنت دكتورها الحين ولا هي مريضة عندك. وأنا ما أبغي هذه الحاجة تخلص. أنت عندك بحث تبغي تخلصه، وأنا كل مرة بخليتي العيادة عندك هني لي ما تخلص هذا البحث. بس رجع لي حليمة مثل ما كانت، رجع لي حليمة الأولية. ما تبين تجهزي؟ الحين بجهز. لا لا خلاص مو بلازم، تعالي وياي لا تعبين عملك. وين؟ تعالي وياي بسرعة لا تسلين بسرعة. أنت شو مسوي هني؟ أنا اليوم بساعدك تجهزين للافتتاح، ويفتتش الغرفة عشان أعرف كثر أنتي ترتاحين فيها. أدري إن الموضوع صعب عليك، بس بكون وياك خطوة بخطوة، وإذا كان في أي شيء صعب عليك قولي لي عشان أساعدك. بس الله يجين بعمرك. فهد، أنت قاعد تحرجني بهالحركات. أنا من واجبي إني أساعدك، بس لا تخشين عني شيء. خلينا نفتح قلوبنا لبعض، همي وهمك واحد، ولا تحطين أي حاجز بيننا. إن شاء الله. على فكرة ترى بسوي لك أظافرك إذا تبين، بس الميك اب عليك. لا مو بهالدرجة، أعطيني ساعة وبكون جاهزة. الله والرأي العاد، لا يهش ولا ينش، وجوده من عدمه، الحمد لله والشكر. خلنا ساكتين بس. عاد هذا الصدق، ما قلت شيء من عندي أنا. إنزين أقولك، قولي لي أنتي شو استوى وياك. إنزين قولي والله. إنزين إنزين شو استوى بعد؟ قولي والله. ايه انزين. لا 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 انزين.